اليوم العيال اشتهوا كلاب ساندويتش وقالوا لي اصلح كلاب ساندويتش بالدجاج، فتعالوا حضره معاكم. اول شيء بنتبل الدجاج. شوفوا الدجاج عندي هنا، شوفوا الدجاجة الوحدة شرحتها الى شريحتين انحاف زي ما انتم شايفين. تعالوا نتبل الدجاج بالتتبيلة اللي انت تحبينها. بحط شوي زيت، اي نوع من انواع الزيت، عصير ليمون، نقل خردل افضل ديجون طعمه الف، فراح نحط خردل ديجون تقريبا حول الملعقة الكبيرة. عندي هنا مجموعة من البهارات، بستخدم بهارات البهارات اللي تبينها. انا بحط الماجيك وبهارات ايطالية، بهارات ايطالية جابتها من ايطاليا، ملح وفلفل، بهارات ايطالية، شوي بابريكا حلوة في نكهة الشوي، طبعا ملح، غير لو اني كنت اسوي وهذا مقفل وفلفل اسود، ونفتح الغطاء. وخلاص طبعا هنا راح نحاول نحنا نتبل الدجاج، نخليه ياخذ النكهة كاملة ونخليه يتبل وقت طويل. عادي تتبيلتك اللي تبين، بشر ليمون اللي ودك، اهم شيء تبل الدجاج مرة مضبوط. خلني اتبله واغطيه واتركه على جنب. شوفوا كذا تحسونها خلاص كل شيء صار منتزج تمام. اللي راح نسويه بنغطيها ونتركها اطول وقت ممكن. لما يتبل الدجاج خلينا نجهز الصوص. عبارة عن صوص مرة سهل، عبارة عن مايونيز وخردل، خردل، وعندي شوي من الفلفل الأسود سكن طلعة، طبعا تحسون المطحنة شوي بطيئة. ليش؟ لأن أنا حطتها على انحف درجه هنا، فتاخذ وقت على ما تطحن. عموما راح اضيف السويت ريليش بعد الى الصوص، بيعطيه طعم خرافي زي المطاعم، عرفتوا؟ وخلاص اخلطي هذه المكونات كلها مع بعض وخلي الصوص حقك على جنب. ما اعرف ان كلاب ساندويتش راح جاب له مشروب. المهم اذا تبون ضيفوا شطه، ما تبون لا تضيفون، انا بضيف بس شوي، عرفتوا؟ يعطي طعم شطه راشة اللي ودكم، بضيف بس شوي يعطي كذا رطشة حلوة، طعم حيل قوي ولذيذ. خلاص كذا صار الصوص جاهز. عندنا التوستر بنات، راح نبدأ نحمص الخبز. خلي تحميص درجة خفيفة، أنت تتحكمين، بس أنا به خفيف عشان يكون أطراف الأكل. طبعا راح أسوي نوعين، الأبيض والبر، أنا من عشاق هذا النوع. هنا راح ناخذ البيض. سوي بيض عادي، تقدرون تسوونه حتى بيض مسلوق حسب اللي انتو تحبونه. طبعا بنحط الملح، واخلط عشان ابغى اسوي اومليت، يكون اومليت خفيف واقطعه. سوي البيض بالطريقة العادية كذا بنات نبيها. طبعا انت حرة تبينها عيون، تبينها مسلوقة، بالطريقة اللي تبينها. انا هذه الوحدة بقطعها اربع في الساندويتش. هنا طبعا سخنت الصاج، خليه مرة ساخن. راح نشيلها ونحطها في وعاء، اي وعاء يعني، بس اهم شيء بنغطيها. عندي الدجاج راح اغطيه واخليه دقائق، بعدين راح اقطعه، اساس العصاره حقته يطلع الدجاج طري. نخلي دقائق وبعدين بنقطعه. كل شيء راح نحط على كل شريحه
يعني كل كلاب رح يكون ثلاثة ساندويتش، ورح أحط من الصوص حقي على كل شريحة. ممكن طبعا تغيرين في الصوص بين الصوص اللي تبينه. هنا بحط نوع من الجبن الأبيض، وبحط التركي اختياري، ما تبون لا تحطون براحتكم، وبحط بيض على هذه، وراح احط الخس والطماطم. البيبان حقت الاولاد هذه ما راح احط طماطم، خلينا نحط على واحده طماطم، مازن ما يخالف، اللي بنصورها بنحط عليها طماطم. تمام، وبنحط شريحه من الطماطم على هذه الاولى. بعد كذا هذه راح احطها هنا، وهذه الحين اعلمكم ايش راح احط عليها. طبعا راح احط عليها شريحه من الجبن، انا فضلت اني استخدم جبن التشيدر اللي بالكيلو، طعمه مره لذيذ. وبحط عليها اذا تبون تحطون خس حطوا، خليني نحط شويه خس، بس ماني مكثره. وبنحط عليها طبعا هذه بالابيض، وراح اسوي بالبر الحين، هم اللي راح اسوي لهم التصوير. بنحط عليها قطع دجاج اللي قطعتها، عرفتوا؟ اذا زاد معاك دجاج عادي فرزني، استخدمي حق سلطه، استخدمي حق اي شيء ثاني. عشان اسهل لي اخذت هذه وبحطها كذا، وبحط عشان ابغى المحمص يكون هنا، بحط بهذا الشكل، بحط اعواد اسنان ونقطعها، بس خليني اخلص كل المجموعه. هنا خلصتهم كلهم، طبعا حطيت اعواد هنا على اساس اني بقطعها بهذا الشكل، تقدرون تقطعونها كذا وتقدرون تقطعونها على شكل اكس زي ما انتم حابين. هذه الابيض وهذا البر، خلوني اقطعه سكينه مشرشره، طبعا خلني اقطعه لانه احسن، بعدين ارجع لكم. هنا ما شاء الله تبارك الله، هذا منظره كلاب ساندويتش مره قوي ولذيذ، حنا من عشاقه. ايش رايكم؟ لذيذ على ذوقكم صح؟ ايوه. لا ابشركم، ابوهم بدون تركي، وسامه بدون طماط، بس في خس. مازن وامه الحمد لله هم السنعين، ووائل بدون خس، بدون طماط، بدون اي انواع من انواع السلطات، بس اشوف فيه تركي. فكل واحد مسويت له على ذوقه، وكارن بعد من طخه تبونا بدون تركي، كل واحد على ذوقه.